هلو حبايبي، اليوم رح يكون فيديو جديد بس اليوم فلوج، يعني هيك حابب اصور معكم وانا برا. الصراحة فكرة وسيناريو ما في هيك، يعني انا طالع وحبيت اصوركم لأول مرة فلوج. بس يعني اول شي رايح ساوي راي احلى احلى، شوفوا هذا الشي، شوفوا هون في ازاز، اذا حيبين شايفين هذا اطول برج، اطول برج على الفاضي. انا ساكن بالطابق 13 11، بلشنا كذب ننزل لتحت، يلا شوفكم لتحت. طيب ها انا نزلت ورايح على السياره، هون ساكن بهي المنطقه، لا حدا يعرف انا وين ساكن ودقق مشان ما حدا يجي يختني. هون الجسم بيعمروا. المهم يا جماعه الخير، يمكن الصوت يطلع شوي لانه عم صور من الجوال، لانه اساسا انا في فيديو صورته بكاميرا كله من الجوال، الله وكيلكم. المهم مثل ما حكينا اول شيء راي احلى وما في فكره، يعني بس هيك بدي صور لكم فلوج بفرجيكم شو حاعمل هلا وبس. هلا انا رايح على السياره، هون في مطعم اسمه، هذا مطعم قصر حضرموت، مطعم الاسم يمني بس صاحبه سوري، الاكل عنده بجنن الصراحه، ما عم بعمل لا دعايه ولا شيء الله وكيلكم، اصلا مو واخذ حق. بس من فتره عمل تجديد للمكان، شايفين هاي البحره، هاي مثل مدينه باليمن يمكن صنعاء او شيء ما بعرف صراحه، ما بعرف، ما بدي اعطيكم معلومات مغالطه، بس هذا المطعم جدا حلو، كان كأنه باين البرج اللي فرجيتكم اياه. هذا هي اخره. المهم وهي العروس تبعنا، لحد اللي شغل لي اغاني لانه بس اكل كوبي رايت انا اللي ببكي مو انتم. نتعب على الفيديو واخر شيء مسح، هيا بنا. هاي دخلنا تقريبا شارع العرب، انا قريب ساكن من شارع العرب، هي مشغل لكم اغاني شوي بس والله اذا بمسح الفيديو لفرجيكم. على فكره انا عن نفسي مطايق البلد كن بعلمه، وان شاء الله ان شاء الله قريبا طالع من باذن الله، ادعوا لي بس. ما بنصح حدا يجي يستقر هون، يعني اذا ما كان سارق له شيء مبلغ كبير ما يجي. الزحمه بشكل مو طبيعي، دائما 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 بالنسبه للزحمه هون، يعني نادرا اجي ما الاقي زحمه بهذا الشارع، نادرا، مركز البلد تقريبا. ما انصح، نسيت خبركم اهم شغله، انه الحلاق بيكون ضمن البنايه، فهمتوا كيف؟ يعني هي هلو، قول هلو. هلو، ايوه قول مرحبا. مرحبا، اهلين وسهلا. فالحلاق هون بيكون جوا بنايه، ما بيكون مثل عندنا برا وهيك بيكون لحاله. لا هذا مو حلاق، هذا محل عود. السلام عليكم يا حب، كيفك؟ صاحبنا جوا؟ هذا هو جوا، شوفوا كيفك يا معلم؟ شو الأخبار؟ السلام عليكم الياس، هذا من الجزائر، ربحوا البطولة من تشوف ما أعطانا حلوة. شو هذا؟ هذا سويها في الأكل، أنا شفت الفيديوهات تبعك يا حبيبي. كيفك يا حلاق؟ وين برسلها يعني؟ هلا برسل لك إياها، والله جاي أعمل مساج. والله انا كنت مسافر، والله اي والله كنت ببنك. شوفوا وراء الكواليس، شوفوا التعليقات والمايك والقصص. كيفاش وراء الكواليس يعني يا حبيبي؟ ما احنا ما نصبوا اي واحد، ما يا محمد تسمع شو يقول لك الستوري تاعكم،
قول لي شوف وراء الكواليس، يعني جاء عندنا وراء الكواليس. شنو وراء الكواليس؟ هو عرفان شو معنات كلمه وراء الكواليس اصلا؟ قصدي على هاي الشغلات اللي انا متعتر فيها واللي عم طلع لهم صوت حلو فيها. سامحنا والله. وراء الكواليس هذه تفهم يا حبيبي، وراء الكواليس هذه كلام خطير. انا اضحك عبد الرحمن حبيبي حبيبي. يلا يا حبي، شو كيف انا بس ظبط لي الوضع، مش طلعني كمان مثل كالعاده. حلو، اليوم بدي اكون بشع. ما خلي بقى اهمل نفسه هكذا من قبل، تعرف راح البنك تخرب. ما في حل لعبه بنك بعرفه. لا لا، كي كنت هنا دائما مزبوط، الحلاقه مزبوطه، بس رحت والله ما عرفته هو كي دخل زاد في الميزان، ما عرفته. ايه فضحنا انت، فضحنا انت. زاد سوى هذه، ما خلص دوامه. لا زاد سوى هذه، ما عرفته. زاد دخلنا بالجديد هذا الهاتف داخل الصالون. Out of sight, long wave, so thin, stand again, so thin.
يعني. المهم حبايبي هذا هو كان الفلوج لليوم. بعرف انه الفلوج مش فلوج، ما اعطيكم شغلات ما كنت مفكر شو بدي اعمل لكم اصلا، بس المهم انا عملت فيديو عن لبنان وسبق قلت لكم انه انا ما بدي فوت حالي بشغلات سياسية وما بدي احكي بالاخبار وكذا، لان انا مش شغلتي. شغلة الاخبار والقصص والتحاليل هي في ناس كثير مبلشين قبل وبيعرفوا، ومش غلط بلش الواحد، مش غلط يقلد حدا باسلوبه طريقته وكذا، حتى لو كان نفس الخبر، ما كل انسان عنده متابعين، كل انسان عنده فئة من الناس بتتابعه. بس انا حبيت اعملكم هذا الفلوج اليوم هيك كسر روتين. وبالنسبة لفيديوهات ردة الفعل اللي بعملها هي، انا ما بعتبره محتوى، بحكي قدام الكاميرا وقدامكم باعترافي، انا ما بعتبره محتوى، لان هذا الشيء ما فينا نعتبره تسلية، يعني ترفيه، ناس بتحب تشوف ردة فعل حدا عن حدا. في عالم كتير بتنقل هذا المجال يعني، او الفيديوهات اللي بتعمل ردات فعل. بنفس الوقت كمان في كتير متابعين للعالم اللي بيعمل ردات فعل. وان شاء الله بكرة او بعد بكرة رح اعمل لكم فيديو عن العراق. انا كتير حابب احكي عن العراق لانه العراق بحبه كتير، وبحب الشعب العراقي كتير، و عن جد وانا كثير زعلان على العراق. والله يفرج عن العراق ويفرج عن سوريا ويفرج عن لبنان ويفرج عن مصر ويفرج عن كل البلدان يا رب، ويفرج علينا وعليكم. المهم حبايبي هذا هو الفيديو لليوم، لا تنسوا تحطوا لنا لايك، تشتركوا بالقناه وتكتبوا لنا تحت بالكومنتات شو جاي على بالكم. حابب روحنا المايك، حابب يعني نظبط الامور مع بعض انا وياك، يعني اكتبوا لي تحت بالتعليقات شو حابين نصور لكم، شو حابين افكار، ساعدونا يا اخي. يا اخي الحياة خذ واعطي، خذ واعطي، تعرفوا خذ واعطي بشاكوش باب. المهم خذ واعطي انت وياه وكل واحد عم يشوفني. اذا مالك مشترك بالقناة بتمنى انك تشترك بالقناة وتفعل زر التنبيهات وتكتب لنا كومنت وتحط لايك مشان تدعمونا ومشان نحن نتحفز هيك، نتحفز اكثر ننزل لكم فيديوهات. و